مش ناس كتيرة بيبقى عندهم فكرة إن هم يتخلوا عن كبرياء الماضي ومحاولة مواكبة الحاضر زي ما حضرتك قلتي، فأنا بحييكي تحية شديدة جدا. خليني بقى أكلمك على مشروعنا. إيه رأيك في المشروع وفكرة تبني المواهب الصغيرة الشابة ومن سن صغير جدا، ومحاولة إن إحنا نراعي هذه المواهب عشان تشارك في مسابقات أو مهرجانات بشكل عام؟ ده اقول لك اخيرا أخيرا اخيرا أخيرا شفنا الطفل. اخيرا يعني انا عايزه اقول لك انه يعني طبعا بحيي جدا جدا الشركه المتحده انها خدت هذه الخطوه، بحييهم ان هم يعني يبقى في شركه انتاج بمسمى نبته تهتم بالطفل، ده شيء رائع. لان كانت من المشاكل اللي انا دايما كنت برصدها فكره انك انت ميزانيه الطفل تايهه مع ميزانيه الكبار، وبالتالي اللي فايض من الكبار بيوجه للطفل، او ان اللي بيشتغل للطفل ياخد نص اجر الشغل بتاع الكبير. دي حاجات حقيقيه عشناها، انك تروح مثلا تعمل مسرحيه فتلاقيك بنص اجر، تروح تعمل برنامج في التلفزيون فتلاقيك بنص اجر. ليه يا جماعه؟ اصل ده اطفال. طب ايه ايه؟ فكانت النتيجه ان كل الناس تخلت، خلاص ده النص اجر. وبالتالي بقت الحكايه مش على المستوى المطلوب. في حين ان لك لو بصيت للمدارس مثلا هتلاقي المدارس الانترناشنال كل ما تكون صغير كل ما تدفع اكتر، لما بتكبر بتدفع اقل، لان الجهد في التأسيس اقوى، فانت صح. محتاج الاكثر علما والاكثر عطاء والاكثر ابتكارا. فالحقيقه نبته يعني الحمد لله انا سعيده جدا جدا، لان هم كمان يعني من واقع النشاط اللي انا شفته او قريت عنه بالاصح، يعني شفته على اليوتيوب او قريت عنه، لان انا ما حضرتش هناك اي احتفال، انما فكر جميل، فكر جميل، لانه احنا اولاد اللي احنا اتخزن جوانا في اللاوعي. فهم بيعملوا انشطه علشان خاطر يفهموا الاولاد يعني ايه اداره شركه. الله، يعني انا جميل لما أوي. اتعود من وانا صغير ان انا بمر بالخبرات دي، حتى لو هي خبرات محاكاه ما هياش خبرات حقيقيه، بس انا عارف ان انا بروح بعمل كذا، بشتري خام، الخام ده انا بعمل فيه مش عارفه ايه، بعد كده بشوف ايه ادوات تسويقي، بعد كده ازاي بصل للجمهور، ازاي بعد كده، فده شيء رائع. او طبعا ان انا اتعامل مع البنوك، ان انا عندي فكره لكن ما عنديش فلوس، طب اتعامل ازاي؟ ازاي طب ده اطبقها. بيتعمل كل ده كشف، لان خد بالك برضو البيوت عندنا ما عندهاش هذه القدرة على انك تعلم ابنك انك ازاي تشتغل في مجال حر. احنا تربية انفتك المير يتمرغ في ترابه. ففكرة ان انت مستني حد يوظفك، مستني حد يأكلك، فكرة انك انت تغير هذا الفكر وتبتدي تقول له لا انت اصنع، انت افعل. احنا كتير جدا جدا من ولادنا خريجين جامعات قاعدين على الكنبة، ليه ما جابوليش، ما عملوليش، ما لا، انت اللي عليك تبتدي تفتح ابوابك، تدرس، تطور مهاراتك، انت الوحيد اللي مسؤول عن مستقبلك، انت الوحيد اللي مسؤول عن ده. فالحقيقه نبته سواء في اللي هي بتعمله في اكتشاف المواهب او محاوله اكتشاف المواهب في تنمية